اسمي احمد الغور، بدات التعامل مع الجهاز سنه 2012. بدانا مع بعض، كان نشاطنا عباره عن نشاط تجاري، وكنا شغالين في السوق المحلي. نتيجه التعامل مع الجهاز ونتيجه المعارض اللي احنا اشتركنا فيها اللي وفرنا الجهاز، تمكنا من الحصول على بعض الفرص التصديرية وخاصة للدول العربية. واحنا دلوقتي الحمد لله شغالين في السوق المصري، وشغالين في الأسواق الخليج زي السوق السعودي والسوق الإماراتي. وده طبعا نتيجة المساعدات الفنية اللي قدمها لنا الجهاز من معارض، وهو برضو أشركنا في بعض المعارض. زي السنة اللي فاتت كنا في معرض جلف فود في دبي، والسنة دي شاركنا في معرض في تركيا. وأنا بالمناسبة دي بنحب نقدم شكري للسادة العاملين في الجهاز. تعاملنا كان مع الجهاز سنة زي ما قلت لحضرتك من حوالي سنة 2012. الصراحة العاملين داخل الجهاز كان بيقدموا كل التعاون التام معانا. وبالنسبة للأوراق اللي هي مطلوبة دي، كانت يعني أوراق متوفرة وفي متناول كل موجود أي شاب جاد. أنا ملاحظ اللي هم كان بيبقى لهم دور إيجابي معاه، وبيساهموا سواء كان التمويل ناحية التمويل المادي أو التمويل الفني أو الدعم الفني، وده أهم كمان من التمويل المالي. الدعم الفني ده أسرى بالنسبة لنا حاجات كتير. يعني أي مشروع مشكلته الأساسية هي عنصر التسويق، فعناصر الدعم الفني اللي موجودة في الجهاز وفرت لنا سبل كتيرة في مجال سواء كان السوق المحلي أو الأسواق الخارجية.